غنتكلموا بإيجاز هشام على خبر ربما كيروج في الكواليس، خبر يتحدث عن إمكانية إضافة فريقين إلى القسم الأول وعدم نزول أي فريق، أو باش يكونوا يعني بعبارة أخرى غيتلعب القسم أو غيتلعب الدوري الاحترافي الموسم قبل ب 18 فريق، وبعض اللاعبين أخذوا وعودا في مستودعات الملابس حسب مصادر خاصة. خاصة نعرفوا السبب، علاش؟ واش السبب منطقي؟ واش السبب يمكن أنه عنده دوافع أخرى؟ سمعنا هذا الكلام هذا قبل ما تجرى المباريات، كاين اللي كيفسر كذلك برد الفعل ديال الفرق اللي نزلات. يعني ما كانش واحد رد الفعل ديال الاستياء كبير، وكيف ما قلتي باش يأكد الكلام ديالك أنه تطمينات، فهذا غيطرح نقاش، غيطرح نقاش إذا كان الخبر صحيح، غيطرح نقاش التوقيت ديالو، الطريقة ديالو، يعني شكون اللي خصو ياخذ هذا القرار هذا تاهي غتطرح من الناحية القانونية، وخاص الجامعة يمكن أنه إذا اتخذ هذا القرار هذا خاصها تكون مقنعة، لأنه بدينا كنسمعوا الآن البطولة غتولي تبرمج الأحد والأربعاء بهذا 18 فريق، هذه أشياء في كلها في موسم سينطلق متأخرا، في موسم سينطلق متأخرا، وكأس العرش على الابواب، على الابواب ولم ينطلق وما كاينش تاريخ رسمي، وما كاينش تاريخ رسمي، فهذه كلها اشياء على ما استفهام، على ما استفهام، نتسناو على ما استفهام. كيف ما قلنا بانه باش نكونوا صراحه انه كاين بعض اللاعبين في فرق معينه معنيه بالنزول قبل نهايه المباريات او نهايه المباريات ديال البطوله الاحترافيه جولتين او ثلاث، تلقوا تطمينات بعدم نزول اي فريق، وان الموسم المقبل قد يلعب ب 18 فريق.